يعني التوجه هو لكل مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، إن كان مؤسسات وإن كان أهالي طلاب، بأن تتبنى مثل هذا النضال، لأنه نموذج لنضال يجب أن ينجح، نموذج لنضال يطرق باب الحق بالتعليم وهو حق أساسي. وأعتقد بأنه أنا الأوان لنا كمجتمع بأن نتكاتف ونعمل ولا نترك المدارس الأهلية لوحدها. هذا النضال هو نداء ليس فقط للمدارس وللمسؤولين عن المدارس، وإنما أيضا للأهالي باعتبار القضية قضية أهلية، وأيضا للمؤسسات الأهلية لتكون بدورها بكل خبراتها ومجالات عملها من أجل تحصيل ما يمكن تحصيله، لأنه هذه القضية إذا فشلت فهي فشل لمجتمعنا. وأعتقد بأن الحديث عن سياسة التمييز والعنصرية في إسرائيل إن كان يجب أن تبدأ بعنوان كبير، فهي يجب أن تبدأ بعنوان التعليم كونه حق أساسي يتطلب منا المثابرة والعمل المشترك. وهو أيضا نداء لمدارسنا الأهلية بأن تعمل على إشراك الأهالي أكثر في حياة مدارسنا، وهو نداء لطلابنا بأن يأخذوا دورهم في النضال من أجل حقهم كدرس من دروس النضال ودرس لعملية النضال من أجل إحقاق حقوقنا.